في منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ المصرية شارك الطفل زين يوسف وهو ناج من مرض السرطان 4 مرات باعتباره نموذجا من أصحاب القصص الملهمة والمؤثرة. قصة زين مع المرض ومشاركته في المنتدى بتقرير مراسلتنا آية راضي. هاجمه السرطان في 6 من عمره مرة واثنتين وثلاثا بل وأربعا. في كل مرة كان يتعافى منه يفتح بابا جديدا للحياة بالنسبة لعائلته. فسرطان الخلايا الجذعية وهو من أشرس أنواع السرطانات كان في الدرجة الرابعة عندما أصابه. وها هو زين الآن يحكي قصته في منتدى شباب العالم بمصر كواحد من أصحاب النماذج الملهمة في الحياة. بعد رحلة شفاء الثانية من السرطان تعلمت تحد جديد واخترت مبدأ ابدأ دائما ولا تستسلم، وآمنت أنني سأكون بخير وأنني سأنجو من ذلك. قبل 3 سنوات ظهر لأول مرة في إعلان تلفزيوني وتعاطف معه الملايين في العالم. 45 عملية جراحية أجراها مما أصابه وقتها بشلل جزئي أفقده القدرة على المشي والحركة. وبعد أن توقف عن العلاج قبل 2 عامين فوجئ بسرطان جديد يصيب الكلى. عام 2017 عندما ذهبت لإجراء أشعة اكتشفوا ورما في كلية اليمنى وكان سرطان، لكن هذه المرة كان شكلا جديدا للسرطان بالنسبة لي، وكان بسبب تأثير العلاج الخاص بالسرطان خلال المرتين الأولى والثانية. زين مصري يعيش في كاليفورنيا، عمره 12 سنة. تعافى من المرض لكنه من وقت لآخر يحكي قصته ليمنح أملا لمن يعانون السرطان بألا يستسلموا مهما طالت رحلة العلاج المريرة. آية رادي، سكاي نيوز عربية، مدينة شرم الشيخ.